السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بعد ما خلصنا شرح جرامر الوحدة 12 على الضرورة وعدم الضرورة أو necessity and lack of necessity، النهاردة بنعمل مع بعض أسئلة اختيارية كتطبيق على اللي احنا الجزء اللي احنا شرحناه. نقول بسم الله توكلنا على الله. نمبر 1، أهم حاجة يا جماعة نقرأ الاختيارات كويس ونقرأ الجملة لآخرها على أساس الجمل اللي ساعات بتخدع في الجرامر. نمبر 1، we عايزين نجيب هنا المودل المناسب. never forget how much we owe to our parents and teachers. قد إيه إحنا مدينين لوالدينا ومعلمينا، وجايب للفعل never forget يعني أبدا ننسى. فهنا لما نيجي نبص في الاختيارات مع بعض، هل نقول we mustn't never forget؟ اهي never ديت موجودة، ما تنفعش بقى كلمة mustn't هنا، كانت تبقى we mustn't forget على طول. انما هنا never forget يبقى we. ايه رأيكم؟ بص كده معايا، لو must never forget يعني يجب ابدا الا ننسى قد ايه احنا مدينين لوالدينا ومعلمينا. Since his car was being repaired، لأن عربيته كانت بتتصلح، يبقى he go to Alex by train، يروح اسكندرية بالقطر. هنا has to، طبعا الكلام في الماضي، has to لا دي في المضارع، had to تمام ماشية معايا، had to go يبقى اضطر ان هو يروح بالقطر. Number 3، he bought some petrol in the car، يحط بعض البنزين في العربية، or it will stop، وإلا العربية هتقف. يبقى هنا دي تعتبر إيه؟ تعتبر ضرورة وموقف في إلزام خارجي عليه إن هو يعمل كده، وفي المضارع يبقى has to، has to يجب أن يفعل وإلا العربية هتقف. Number 4، you get off the bus before it stops، تنزل من الأتوبيس قبل ما يقف. يبقى طبعا دي نصيحة أكيدة أو مؤكدة، يبقى you mustn't get off، يجب ألا. It's necessary that you don't، ضروري إن أنت ما تعملش كده. لما تيجي تدوروا بقى يا جماعة على بقية الكلام هتلاقي have to يعني يجب أن، needn't يعني ليس من الضروري. لا، ده دي مش عدم ضرورة، ده دي نصيحة مؤكدة أو تحريم أو نصيحة بعدم تأكيد عدم عمل كده. وطبعا must اللي هي نصيحة مؤكدة بعمل، لا هي mustn't. تمام. Number 5، we call for the doctor when Aunt Ola fainted last night. يبقى طبعا اضطرينا ان احنا نتصل بالطبيب، يبقى had to، had to. ونبقى نخلي بالنا الكلام مضارع ولا ماضي ولا كده. We have moved to a new house so you، احنا اتنقلنا بيت جديد. You come and come round and see it. هنا طبعا في اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الدعوة، دعوة مؤكدة. فانا بقول له انت لازم تيجي تزورنا وتشوف البيت الجديد اللي احنا نقلنا له، يبقى must. طبيعي جدا يا جماعه واحنا بنذاكر، عادي جدا ان انت ممكن ترجع للقاعده لو حصل في اختلاف يعني، او حصل ايه يعني سوء فهم كده او نسيت او كده. هي سبيس such heavy clothes، مثل هذه الملابس الثقيله. it was hot، الدنيا كانت حر. وهنا موقف معين بيقول لي هو ما كانش له لازمه، ما كانش له لازمه وكان لابسها. فنيجي نشوف كده needn't wear، طبعا هنا الكلام مضارع لا ما تنفعش، هو بيكلمني في الماضي بيقول لي it was hot. has to wear برضو لا، والمعنى كمان مش مظبوط. طيب don't have to برضو زيهم، يبقى needn't have worn يعني it was necessary but he did، ولكنه فعل، ما كانش له لازم ان هو يلبس كل هذه الملابس التقيلة.
I really go and get some bread before the shop closes. هنا هنبص نلاقي عندنا أنا لازم أروح وأجيب عيش قبل ما المحل يقفل، يبقى I really must. You make that noise. السؤال ده جميل جدا وبسيط في نفس الوقت. تعمل هذه الضوضاء. It's really annoying. واضح إن اللي بيتكلم ده متضايق من الدوشة. فأنا ما جيش أقول له can you make، يعني مش بستفسر منه تقدر تعمل الدوشة دي ولا could you، مش بطلب منه ولا حاجة، لا ده أنا متضايق من الدوشة اللي هو بيعملها. فأنا عايز أقول له must you make، يعني لازم تعمل الدوشة دي، زي ما بنقولها كمان بالعربي، هو أنت لازم تعمل الدوشة دي؟ لا ده حاجة annoying، حاجة مضايقة، يبقى must you make. Do you wear those shoes to work? Are they part of the dress code? انت يعني هل انت مضطر تلبس الحذاء ده؟ هل هو جزء اساسي من الزي يعني؟ يبقى do you have to؟ Do you have to wear؟ ياسمين be careful with what she eats because she has diabetes، عندها مرض السكر. فهي ايه؟ هي لازم تكون بقى مخلية بالها حريصة، فبدور على نصيحة ضرورة. يبقى هنا بيقول لي مثلا shouldn't، ينبغي ألا تكون، لا طبعا هي needs to، المودل اللي هنا المناسب اهو needs to be careful، محتاجة تكون حريصة في اللي بتاكله. يوسف and هاني be home by 8، that's a family rule. ديت ايه بقى؟ دي القواعد بتاعت الأسرة، لازم يرجعوا قبل الساعة 8. يبقى طبعا يوسف وهاني تبقى طبعا جمع، يبقى have to. برضو بنخلي بالنا من الحاجات ديت على أساس إن حد يعني معلش عفوا لو حد اختار has to، لا هو جمع، يبقى have to. You wash these fruits. تغسل هذه الفاكهة. I have already washed them. أنا غسلتهم فعلا. يبقى مش ضروري بقى إن أنت تعمل كده. دي اسمها إيه؟ lack of necessity. يبقى needn't wash. You go between 2 o'clock and 5 o'clock in the afternoon. It's a must. هنا إنها ضرورة. يبقى you have to. أنت يجب إن أنت تروح ما بين كذا وكذا. طبعا هنا اختفت كلمة must عشان ما تسببليش دربكة. You smoke here. تدخن هنا. It's a no smoking area. هي منطقة ما فيش فيها تدخين أو ممنوع فيها تدخين. يبقى هنا إيه؟ يبقى you mustn't. It's not allowed. يجب ألا. You come and visit us. برضو زيارة مؤكدة. يبقى must. يجب إن أنت تزورنا. This is the most important thing. ده أهم شيء. You forget to take the food out of the oven. تخرج الأكل من الفرن الساعة 7. يبقى طبعا إيه؟ You mustn't forget. ده يعتبر a reminder. تذكار وبيفكره هو تقول له يجب إن أنت لا تنسى. يجب ألا تنسى. You buy this camera if you don't like. لو ما انتش عايز يبقى ديت lack of necessity. عدم ضرورة يبقى you don't have to. Don't have to. The last bus is at 11. آخر أتوبيس الساعة 11. يبقى I miss it or else ولا حاجة تانية. I won't be able. يبقى I إيه؟ يبقى I mustn't miss it. يعني لا لازم ما يفوتنيش، يجب ألا إن أنا إيه ما يفوتنيش الأتوبيس ده وإلا. We stayed later than we planned. إحنا قعدنا أكتر مما كنا مخططين، الكلام في الماضي. Because Dahlia said we try her cake. غصبت علينا إن إحنا لازم نجرب الكيكة بتاعتها. يبقى إيه رأيكم بقى؟ وخلي الكلام في الماضي. يبقى had to. I this furniture yesterday. It was really unnecessary. حقيقي كان غير ضروري.
يبقى بنتكلم في الماضي وما كانش له لازمة، يبقى needn't have bought، يعني ما كانش له لازمة ان انا اشتري هذا الاساس بالامس، حقيقي ما كانش ضروري. اي حاجة تانية هتبص عليها كده هتلاقيها مش مناسبة، يا اما في المضارع يا اما المعنى مش مظبوط. You do your homework today. You can do it. هشوف الجملة واضحة جدا. إيه انت ممكن تعملها بكرة او تعمل الواجب بكرة، يبقى you don't have to. She take a taxi yesterday. كلام في الماضي يبقى طبيعي had to. في أسئلة بنمر عليها بسرعة يا شباب عشان وقتكم بس وعشان مدة الفيديو ما تبقاش طويلة يعني. When you go to Rome، لما تروح روما، فهنا في ضرورة إن أنت تزور المكان الأثري التاريخي ده اللي هو كوليسيوم، اللي هو يبقى نقول must، يبقى لازم تزور المكان ده. You come round to my house، برضو ديت دعوة مؤكدة، يبقى you must. You show your passport before you can leave، ديت طبعا مفيش خيار قدامك، لازم ان انت تظهر الباسبور بتاعك، يبقى you have to. You touch the objects، لا تلمس الأشياء في المتحف، يبقى طبعا ده نهي أو منع أو تحريم، يبقى you mustn't، يجب ألا. You park there، there is a better place here. السؤال ده عجبني جدا، فكرته هو سهل بس فكرته جميلة، يعني التكة اللي فيه جميلة، فأنا هنا متعود على park there أو كده فبقول mustn't على طول. لا، لما كملت الجملة هو اللي بيتكلم بيقول إيه، بيقول ما تركنش هناك، في مكان أحسن هنا، يبقى مش ضروري بقى تركن هناك، مش كده؟ مش ضرورة، يبقى مش حكاية بقى تحريم، لا ده هو بيقول له في مكان أحسن هنا، يبقى needn't هنا أوقع، يبقى you needn't park here. الأسئلة اللي من النوعية دي بنخلي بالنا منها. My sister made a cake، you try it، يبقى طبعا لازم ان انت برضو دي تعتبر ايه، عزومة مؤكدة، لازم تجربها. We can walk to the bookshop if you want، احنا ممكن نمشي لمحل الكتب لو انت عايز. But we the bus، الاتوبيس بيروح هناك، يبقى but we don't have to، لكن مش ضرورة ان احنا نروح ماشي يعني، يعني ممكن نركب الاتوبيس. You run next to the swimming pool، جنب حمام السباحة وكده، فالواحد ان ايه الواحد المفروض ما يجريش يعني جنب حمام السباحة عشان ممكن يقع، يبقى you mustn't. In England people work until they are 67، لحد ما يكون عندهم 67 سنة اللي هناك، يبقى يجب ان هم يعملوا have to، مضطرين ان هم يشتغلوا لحد السن ده. I buy some bread from the bookshops، don't let me forget، ما يا ريت ما تخلينيش انسى، يبقى هنا نقول ايه، I must، انا لازم اشتري بعض الخبز، يا ريت ما تخلينيش انسى. We run to the museum because it was already closed، المتحف كان قافل. When we got there، يبقى احنا ايه بقى، يبقى احنا رحنا جرينا فعلا على المتحف، بس ايه ما كانش لها لازمه، لان احنا لما رحنا كان قافل، يبقى ما كانش له لازمه اللي حصل، يبقى needn't have run. بور وليد بروك هيز ليج يسترداي، رجليه اتكسرت امبارح، وليد اند يبقى طبعا هاد تو جو، اضطر ان هو يروح هوسبيتال المستشفى. يو باي ا تيكت، تشتري تذكره، بيفور يو ترافل اون ذا ترين، قبل ما تسافر بالقطر، يبقى هنا نبص للسؤال ده، احنا خدنا خلاص ويل هاف تو، هتضطر ان انت تشتري ايه تذكره. طيب في حاجه ثانيه تناسب didn't في الماضي، don't have to مش ضروري، لا مش لايقه خالص في المعنى، mustn't لا يبقى will have to. منى take her sunglasses، نظاره الشمس معاها، الدنيا كانت مغيمه، يبقى ما اضطرتش، ما كانش له لازمه، يبقى نقول didn't have to. didn't have to والمصدر ما كانش له لازمه والفعل ما اتعملش. يونس do the main the mass exercise again،
يعمل الواجب بتاع الناس تاني because he got it all wrong، يبقى اضطر يعمله تاني، يبقى had to لأنه طلع كله غلط. You the windows because a man comes towards them every week. في المثال ده بنخلي بالنا كده ونخلي بالنا من الاختيارات. هنا أنا بكلم واحد بقول له يو وعايز المودل المناسب الشبابيك، لأن في راجل بيجي يعملها كل أسبوع، بيغسلها كل أسبوع. فهنا أنا واخد في الإجابة needn't have cleaned، يعني ما كانش له لازمة تغسل الشبابيك لأن في راجل بيعملها، يبقى أنا شفته وهو غسلها فبقوله ما كانش له لازمة. طيب have to ده دي ضرورة مش لايقة مع الكلام، will have to برضو مش لايقة مع الكلام عشان بقول في واحد بيجي يعملهم، had to كلام في الماضي. يعني أنت اضطريت. لأ we pass our exams to get into university، طبعا يبقى أنا لازم أقول إيه، يجب أن إن إحنا نجتاز الامتحان عشان نخش الجامعة. they leave the school yesterday after they heard the fire bell، جرس الحريق، يبقى هم اضطروا يسيبوا المدرسة، يبقى had to. I stop eating sweets. They are bad for me. يبقى هنا ايه بقى؟ نصيحة؟ لا ده هي حاجة بقى واحد بيقول من وجهة نظره أكيد، يبقى يقول إيه؟ I must. ضرورة إن أنا أوقف أكل الحلويات عشان مش كويسة ليا. طارق gets the bus to the park. My father can take him. ممكن بابا ياخده معاه ان اور كار في العربيه، يبقى مش ضروره ان هو ياخد الاتوبيس، يبقى نيدن جيت دي بتساوي doesn't have to او doesn't need to. The students all those notes، كل هذه الملحوظات all the information is typed، كل المعلومات مكتوبه لهم، يبقى مش ضروري بقى ان هم يكونوا كتبوا كل الملاحظات اللي كتبوها ديت، يعني يبقى needn't have written، ما كانش له لازمه بس هم عملوا. There wasn't anyone on the club gates، ما كانش في حد واقف على البوابات بتاعت النادي، يبقى ما كانش له لازمه، ما اضطرناش يعني ان احنا نطلع الهويه بتاعت العمر او حاجه، didn't need to show بروف، إثبات السن يعني أو كده. After his accident، بعد الحادثة بتاعته، مروان take time off work، اضطر إن هو ياخد أجازة من العمل. I didn't have to take a written test last year، ما اضطريتش إن أنا آخد امتحان مكتوب السنة اللي فاتت. Now it's اتس ايه بقى؟ عايز اقول اتس، طب نقول ضروري، يبقى المفروض نقول اتس نيسيسري، ادور على نيسيسري مش موجوده، ده دي نيسيسيتي، انما نفتكر يبقى اتس ا ماست، اتس ا ماست ضروره، هنا ماست مستخدمه كاسم. يو درايف اوفر 8 اوفر 100 كيلومتر ان اور، اتس اجينست ذا لو، ما تعديش، يبقى يو كانت، you can't، طبعا مع ملاحظة اختفاء كلمة mustn't here عشان ما تسببليش إزعاج. you smoke here، it's a smoke free area، يبقى mustn't، يجب ألا، المنطقة دي ممنوع فيها التدخين. من الامتحانات السابقة خلاص سيئت، ما عادش فيها الأسئلة بسيطة جدا. I walk home yesterday as I lost my money، لأن أنا فلوسي راحت مني، يبقى اضطريت ان انا اروح ماشي، يبقى هات تو. اسئله الامتحانات ان شاء الله بتبقى بسيطه، ده سنه 2019. The meal was for free today، الوجبه كانت مجانيه النهارده. You for it، طب اكمل كده. You should have saved، كان المفروض ان انت توفر الفلوس بتاعتك، يبقى انا بكلم واحد دفع لوجبه مجانيه، يبقى ما كانش له لازمه اللي انت عملته، يبقى needn't have paid، ما كانش له لازمة ان انت تدفع ثمنها. I to stay at home because I was ill، لان انا كنت مريض، يبقى طبيعي جدا هنا to، يبقى I had to، اضطريت، it was necessary. When we were children، لما كنا اطفال، we didn't have emails، ما كانش عندنا ايميلات، so we write letters، يبقى so we had to في الماضي، كنا طبعا مضطرين نكتب جوابات.
you be at the airport by 6 o'clock. للمطار قبل السادسة. The plane takes off at 6. الطيارة بتطلع 6 بالظبط. يبقى احنا ضروري ان احنا نكون هناك الساعة 6 او قبل 6. يبقى have to. هنا طبعا يا جماعة انا يعني حرصت ان الفيديو يكون اقل من المدد اللي احنا بنقدمها بناء على اراء بعضكم يعني. واشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله غدا باذن الله هنتقابل مع حل التيست اللي على الوحدة 12. شكرا، تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.